السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيب مصري، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد ما فعله مع مريضة ليبية. تعال مع بعض نشوف الطبيب المصري ماذا فعل مع المريضة الليبية. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكم يدعمني بهذه القناة. تداول هذا الخبر بجميع وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا بموقف طبيب مصري يحاول التهدئة من روع سيدة ليبية والرفع من روحها المعنوية قبل إجرائها عملية جراحية. وظهر الطبيب المصري في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بوجه بشوش وابتسامة عريضة، وهو يتحدث مع المريضة بنفس لهجتها ليشعرها بالراحة لتتجاذب معه أطراف الحديث وتنسجم معه في الحوار. وسألها في غرفة العمليات عن أمور عدة مثل عنوانها والمدن المجاورة لمسكنها والمدة التي ستقضيها معهم في المستشفى، ليشغلها بأمور عدة عبر العملية المقبلة عليها. وحاول الطبيب التهدئة من روع المريضة بقدر كبير بالحديث معها، وقرأ معها دعاء وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم، وجعلها تردد معه الدعاء 3 مرات ليطمئن قلبها قبل دخولها العملية. وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في ليبيا الفيديو، معتبرين هذا الطبيب نموذجا للطبيب الإنسان الذي أدى القسم الطبي ومارسه بكل ضمير وأمانة. وانهالت التعليقات على الفيديو والتي جاء منها إنسان محترم راقي في تعامله مع المرضى، شخص هادئ بشوش متفائل، طبيب متفاهم للمريض الذي أمامه، وهذا ما يحتاجه المريض من الطبيب قبل العمليات. ما رأيكم أنتم بهذه القصة؟ أنتظركم تعليقاتكم تحت هذا الموضوع، وشكرا للجميع. وهذه هي قصة الطبيب المصري في ليبيا. طبعا طبيب مصري يحقق نجاح في ليبيا، وهذه القصة التي تداولت. ما رأيكم إخواني وأخواتي؟ أنتظركم وتعليقاتكم تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.